ودخلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس وزراء بتاريخ 26/5/23. في بداية الجلسة هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، وقال إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتتمينها تمتينها. وقال دولته: يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من 6 أشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول. في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب، إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال أن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي إلى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟ أضاف دولة الرئيس: انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المعتمد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف، ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟ وقال: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس وزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات. أضاف: المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس أن يجيب أولاً على السؤال: لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس؟ وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟ وتوجه إلى الوزراء بالقول: أحييكم جميعاً وأحيي حضوركم، وهذا أمر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة أن اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. أيضاً باسمكم جميعاً أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، وله كل الاحترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدماً فيما بدأه معاليه من ملفات. وقال رئيس الحكومة: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية أنباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين، وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان، واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أن العقد الموقع منذ أكثر من 10 سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار. أضاف: إنني في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل،
في 15 من الشهر المقبل، وإنني أكلف معالي وزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية والاجتماع ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة. وتابع دولة الرئيس في ملف حاكمية مصرف لبنان، كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على أن الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني، وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنكيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وإراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجددا لاتخاذ القرار المناسب. هلا انا بدنا شوي ننظم هذا الحوار اليوم لانه جلسه طويله وفيها كثير بنود. خليني انا بعتقد انه اللي بدنا نحكيه هو القصص يلي بتهم الجميع. بموضوع الحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، تكليف وزير الماليه رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجيه خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب حول كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني. هلأ رح نحكي عن موضوع المعيشات يلي بعتقد أكثر شيء الناس بهمة أمر هذا الموضوع، وبعتقد أنه الجميع شاف مشروع الجدول وشفته شو فيه من فتح اعتمادات وطلبات ومشاريع مراسيم. لحاول اختصر الموضوع بالتالي: وافق مجلس وزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس وزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18/4/23 عن شهر أيار كاملة، وعلى أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها وفقا لشروط المرسوم الآن في الذكر، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر أيار إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالإجراءات اللازمة استنادا إلى ما تقدم. في السياق نفسه عم بقرأ لأنه بعتقد الموضوع دقيق وما بدنا كتير يعني نحكي يمكن الحكي بيتفسر بغير محله. في السياق نفسه أخذ مجلس وزراء علما من وزير المالية بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450,000 ليرة. وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين. هذا باختصار جو الجلسة. إذا في أسئلة منجاوب أحسن ما نقرأ البنود اللي معك إياها. وقفت كلها سوا، تأجلت كلها سوا. مش بس الرئيس ميقاتي قرر إنه يأجل كل التعيينات. لا بعد، بس لح تتحدد لح يكون بند وحيد. لا بس بعتقد انه راح يطلع قرار من الجلسه يعني راح تنعقد بخصوص ملف النازحين، انه راح يكون في وفد سوري وفد لبناني سياسي وفد حكومي وفد رسمي ولازم يكون في كمان الاسلاك العسكريه. بعتقد بلا بعتقد يعني. بس لانه في جداول كثير بال هناك تلويح من موظفي الاداره العامه
مشان هيك تأخذ قرار أنه يندفع المبلغ كامل، يعني الأربعة أشهر بزيادة لثلاثة أشهر، على أساس أنها تكون هي هيدي سلفة. رح قلت ليش؟ لأنه ما في وقت لاحتساب الوقت يلي بده يجي، يلي الموظفين اجوا على الإدارة أو ما اجوا. فهلأ ابتداء من شهر حزيران الموظفين يلي هني ما اجوا من بعد احتساب شهر أيار بده ينخصم من معيشاتهم، يعني في حساب. هل ستتولى خليه خلص ما أنا أتولى مهام رحت لأنه أنا بدي غطى مجلس الوزراء. طبعاً عندي غطاء قانوني لأنه مصر ما كان فيه أراء قانوني، ما هو أنا القرار القانوني اللي طلع اللي أنت شايفه أنا هلا عم بطلع عشان بطلع بعد تقرير قانون التوضيح. إذا طلع قرار تقرير وزير العدل بهذا الاتجاه ممكن، بس ما في يعني إذا بدك شيء واضح. هلا حيقبض أربعة أشهر صح؟ بس بيرجعوا ينخصموا، ينخصموا بشهر حزيران. سؤال ممكن سؤال. الرئيس ميقاتي قبل اللقاءات التشاور كان عم بيقول إنه موضوع حاكم مصر في لبنان ليس من صلاحية مجلس الوزراء. ما قال بيحكي بهذا الموضوع؟ لا ما قال. ليه اليوم هاي الرأي؟ لا ما قال إنه مش من صلاحية مجلس الوزراء، عم بيقول إذا بدكم. بس أنا كنت موجود، عم بقول لك صلاحية مجلس الوزراء إنك تقيل حاكم مصر في لبنان بلا، بس أول شيء بدك ثلثين مجلس وزراء كامل. هذا أول شيء. اثنين، هل إنه أنت بتقيله بدون ما تشوف شو في ارتدادات على الوضع المالي، ارتدادات على وضع المصرف وإلى آخره. بعدين الرئيس ميقاتي أكيد بيكون في كتير اجتماعات عم بتصير ما فيها إعلام، يعني إنه أكيد وزير الرئيس ميقاتي عم بيجتمع مع ناس مسؤولين، عم بيجتمع مع ناس المصرف لبنان، مع نواب حاكم المصرف، لأنه الموضوع مش متروك أبدا. يعني مش ما بتعرفوا أصلا، بعتقد عنده الحاكم شي 40 يوم بيصير هو أصلا حيروح على التقاعد. كان في بلد تطبيع 750 كله راح، كله تأجل يعني ما في. لمن ستتشكل اللجنة المولجة إعداد تقرير من أجل البدء بملف رياض سلامة؟ بس يجي التقرير تبع وزير العدل ساعتها نشوف شو بيصير. بالعكس الامور بعد التوتر اللي صار، بس على خلص الواقع الغضب على مجلس السياحه ما صار شيء. بعتقد مأخر على الايفنت، بعتقد مأخر ابدا ما صار شيء ابدا. في شيء اسئله؟ هاي حلو، خلصنا بكير.